طب يا شيخنا، بعد اذن حضرتك بس نطلب من حضرتك كلمه للشباب بس المسلم اللي هو بيقدح في اهل العلم ويتهمه بالتخاذل والانبطاح، تمام، لمجرد انه بيختلف معهم في موقف سياسي. فانا نطلب من حضرتك بس كلمه لهؤلاء الشباب. نسال الله ان يزيدك سدادا وتوفيقا ولا يخفى عليك، بارك الله فيك ولا على اولي الاخوه، ان خصال الكمال لم تكد تجتمع في شخص. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الناس كإبل 100 لا تكاد تجد فيها راحلة، الناس كإبل 100 لا تكاد تجد فيها راحلة. فيصعب أن تجد رجلا شجاعا كريما طالبا للعلم قوالا بالحق مصلحا بين الناس متبعا للجنائز عائدا للمرضى، يصعب أن تجد هذا أو هذه الصفات اجتمعت في شخص، كما أنه يصعب أن تجد من الإبل ناقة تجتمع فيها خصال الخير من طيب اللحم وكثرة اللبن والسير الذي تحبه إما هدوءا وإما إسراعا من الإبل في 100 واحد إذا وجدت ذلك. فإذا وقفنا نتصيد أخطاء الآخرين، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يبصر أحدكم القذاة في عين أخيه وينسى الجزع في عينه. فالذي يحدث من أمثال هؤلاء المذكورين أنهم ينظرون إلى عيوب الناس ويجسدونها ويتركون محاسنهم. ولا يخفى عليك ولا عليهم أن ربنا سبحانه وتعالى غفر لكليمه موسى عليه الصلاة والسلام قتل نفس بغير لم يؤمر بقتلها، وغفر له كونه أخذ برأس أخيه يجره إليه، وغفر له فقع عين ملك الموت، غفر الله سبحانه وتعالى له ذلك. وكما قال القائل: إذا ما الحبيب أتى بذنب أتت محاسنه بألف شفيع. والله أعلم.